هذا أحد أجمل الأعياد في فلسطين بلا شك. أنا أحد الشعنين هو عيد تقليدي، اليوم هي مناسبة أحد الشعنين عند الطوائف الغربية، ولكن هنا في مدينة القدس هذا العيد له بهجة خاصة، الكشافة التي تنطلق من كنيسة بيت فجاي وذلك على أعلى جبل الزيتون، وذلك نزولا إلى هنا إلى وادي قدرون، ثم صعودا إلى أعلى البلدة القديمة دخولا إلى باب الأصباط. هنا الكشافة المسيحية وأيضا مجموعة من الكشافة التي تأتي من عدد من المدن من الناصرة وأيضا من مناطق الضفة الغربية، والتي تتحد في نفسها وتتنافس أيضا في نفسها على أي الكشافة أكثر تنظيما. أحد الشعنين هو العيد المرتبط بعيد القيامة عند المسيحيين، حيث عمليا في هذا اليوم هو اليوم الذي وصل فيه المسيح إلى مدينة القدس حسب الإيمان المسيحي، واستقبله أهالي القدس، استقبلوه بسعف النخيل واستقبلوه بالزيتون، وكان يركب على حمار، وهذا كان فيه إشارة واضحة إلى كل كما مكتوب في التوراة بأنها كانت البشرة الموجودة في سفر زكريا. وبالتالي فأن هذا العيد بالنسبة لأهالي مدينة القدس تحديدا هو عيد يحمل البشارة ويحمل السعادة، وطبعا المسلمين أيضا الآن في أزقة البلدة القديمة يشاهدون ويراقبون هذا العيد الجميل الذي يحمل هذه الصفات الرائعة هنا في مدينة القدس، رغم ما يمضي على هذه المدينة من مآسي ورغم ما يمضي على هذه المدينة من مشاكل، إلا أن هذا العيد بلا شك عيد يذكر الفلسطينيين بأن لهم تاريخ قديم في هذه المدينة، يذكر الفلسطينيين بأن هذا الجيل الشاب الفلسطيني الموجود هنا في مدينة القدس أيضا ما زال متمسكا بعاداته بتقاليده بأصوله مسلمين ومسيحيين. هذه الكشافة سوف تصل إلى كنيسة الصلاحية داخل البلدة القديمة، من بعد ذلك سوف تمضي في زقاق البلدة القديمة من طريق الآلام وصولا إلى كنيسة القيامة، ومن ثم الانتهاء في باب الجديد وهو الموجود في داخل البلدة القديمة. هنا أيضا السياح الأجانب سهام الذين أيضا جاءوا، الحجاج الأجانب الذين جاءوا من عدد كبير من الدول الأوروبية، لأن عمليا هذا العيد هو عيد الكنيسة الكاثوليكية، وبعد فترة سوف يكون هنالك أحد الشعنين للكنائس الشرقية والذي مختلف إلى حد ما في طريقة الطقوس، ولكن هنا في مدينة القدس هذا العيد هو العيد الذي يحمل كلمة هوشانا، وهي ذاك الذي جاء باسم الرب، ذلك هو المخلص، وهي الجملة التي يتم ترديدها الآن من عدد كبير من شبان مدينة القدس وأيضا من زوار مدينة القدس. وهذه الجمل التي نستطيع أن نسمعها خلال هذا اليوم سوف تمتد، وفي الأسبوع القادم سوف يبدأ عمليا عيد القيامة، عيد الفصح، وهو العيد الذي يحمل أيضا ما يحمل من قصص آلام المسيح هنا في مدينة القدس، ولكنه أيضا يذكر الفلسطينيين بأن هذا جزء لا يتجزأ من تراثهم. شرطة الاحتلال أوصدت وأغلقت المفارق الرئيسية في مدينة القدس، في بعض الأحيان كان يتم رفع الأعلام الفلسطينية حقيقة في هذا العيد، ولكن لغاية الآن لم نشهد أي يعني استفزازات من قبل شرطة الاحتلال، الأمور هادئة إلى حد بعيد هنا في مدينة القدس. وكما نستطيع نرى بأن طبعا شرطة الاحتلال التي فرضت إغلاقا لعدد كبير من الشوارع في مدينة القدس. شكرا جزيلا لك أحمد البوديري مراسل الغد، كنت معنا من القدس المحتلة.